الحمد لله أدليت بصوتي النهارده لنادي سيراميكا كليوباترا، والنادي اللي طبعا بنعتز بيه، واللي النهارده فرض نفسه ان هو بقى من ضمن احسن، من رأينا يعني من ضمن احسن 4 انديه، وهو كده بالفعل يعني. ودايما يا رب كده موفقين ان احنا دايما واقفين مع نادينا بالتوفيق طبعا ان شاء الله، ويفضل زي ما هو ماشي على الخطى الثابت اللي هو ماشي عليه، وان شاء الله بالتوفيق طبعا باذن الله. نادي سيراميكا كليوباترا فرض نفسه وان شاء الله هيفرض نفسه اكتر، والسيزون ده ان شاء الله يعني هيعمل حاجه احسن من السيزون اللي عدى ان شاء الله. طبعا يوم فارق في حياه كل المنتمين الى الاعضاء لنادي سيراميكا كليوباترا. احنا بنعتز جدا طبعا بالفتره اللي فاتت منذ انشاء النادي والتقدم الملموس اللي بيقدمه مجلس الاداره، وبندعم مجلس الاداره في كل اختياراته، وان شاء الله فريق الكوره في مزيد من الانتصارات، وان شاء الله يحقق طموح كل الاعضاء، ونامل من المجلس طبعا مزيد من الانتصارات، واتمنى لهم كل التوفيق. كل التحية طبعا لسيادة النائب محمد أبو العنين قائد مسيرة الرياضة والصناعة بنادي سيراميكا كليوباترا. بصراحة الواحد سعيد جدا ومش عارف أوصف لك سعادتي قد إيه بأعضاء الجمعية العمومية بحضورهم واهتمامهم إن هم يشاركوا في اليوم دوت، لأن هو عرس للنادي بيعبروا عن رأيهم في اختيار مجلس الإدارة. وإحنا كنادي سيراميكا كليوباترا مش ما نقلش عن أي نادي في الطموح بتاعنا، والحمد لله بالنسبة لمستوانا في أول سنة دوري عملنا بصمة في الكرة المصرية، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى لنا دور مع المنتخب، وفي لعيبة من نادي سيراميكا كليوباترا في المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب الأول، فده إن شاء الله طموح النادي، وربنا يسهل ونبقى فيه أفضل في الجديد يعني.